هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم. مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيق استدراني، مشرفة قسم التوعية والمحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفنا اليوم الأستاذ مرزوق العتيبي، رئيس مجلس مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. احنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم أستاذ مرزوق. الله يسعدك دكتورة، وشاكر ومقدر لكم إتاحة الفرصة للحديث عن المواضيع المهمة في مجال التوحد. يعطيك العافية، وحنا كثير متحمسين ندردش معك اليوم عن التأهيل المهني للشباب والشابات من ذوي اضطراب طيف التوحد. أول شيء أستاذ مرزوق، نلاحظ أنه المجتمع في الأغلب يتكلمون عن التدخل المبكر وأهميته، ونلاقي الأسر يتكلمون أنه كيف مثلا أطور مهارات طفلي في البيت وهو في عمر صغير، وقليل جداً يتكلمون عن مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب، واللي منها التدريب والتوظيف. فأول شيء نبغى نعرف منك أستاذ مرزوق، وش هو معنى التأهيل المهني؟ لما نسمع كلمة تأهيل مهني وش نقصد فيه؟ طبعاً التأهيل المهني دكتورة هو مجموعة من البرامج تقدم الفئات في بعض الأعمار، يعني في اختلاف الأعمار، هل هي تبدأ من عمر 14 أو 15، لكن خلينا نقول أنها تبدأ من عمر 14 مرحلة التهيئة المهنية، نقدم فيها مجموعة من الدورات والمهارات، استكشاف المهارات المهنية والتوجه المهني للشباب وتدريبهم وصقلهم عليها. طبعا التأهيل المهني يشمل العديد من الجوانب، سواء هي نفسية أو اجتماعية أو مهنية وتدريب نظري، بهدف حصولهم على الوظائف أو حصولهم على الوظيفة المناسبة، المهارات والقدرات. ممتاز، يعني هو تقريبا عبارة عن تدريب للتوظيف. صحيح، هي المرحلة ما المرحلة تسبق عملية التوظيف، هي مرحلة التأهيل المهني، فيها نقدر نستكشف مكامن القوة لدى الشخص من ذوي اضطراب طيف التوحد، ننمي الأشياء اللي يملك فيها قوة ومهارات، وايضا الاشياء اللي تعتبر نقاط ضعف نحاول نطورها ونعززها بحيث انها ما تاثر عليها في مرحله التوظيف. ما شاء الله. طيب استاذ مرزوق، انتم ما شاء الله مؤسسه سعي جهود كثيره تقومون فيها في مجال التاهيل المهني والتوظيف. نتكلم عن الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل عام، وبشكل خاص للاشخاص ذوي التوحد. فيريد تخبرنا استاذ مرزوق، وش الجهود اللي تقومون فيها؟ طبعا مؤسسة سعي دكتورة هي مؤسسة وقفية تعنى بتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، عمرها الزمني 4 سنوات، بدأت في الرياض ثم انتقلت إلى جميع مناطق المملكة. نقدم من خلالها عدة خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، منها التدريب النظري والتدريب العملي واختيار حصولهم على فرص وظيفية مناسبة والاستشارات القانونية والدعم النفسي والدعم الاجتماعي، والأهم من هذا كله المتابعة بعد التوظيف. عندنا فريق كامل للمتابعة بعد التوظيف علشان نضمن استدامتهم في الوظائف، لأن الهدف من حصولهم على وظائف هو استدامتهم في التوظيف وليس بس فقط الحصول على وظائف. طبعا سعي قدمت خلال 4 سنوات أكثر من 1400 شاب وشابة لقطاع العمل، الآن يعملون في عدة مجالات، والحمد لله يعني أثبتوا لنا، وهذا الإثبات أخذناه من قبل في دراسات، أغلب الدراسات العالمية أثبتت أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر ولاء لجهة الوظيفة، أكثر استدامة، أكثر حرص على العمل، وهذا ما لمسناه إحنا. يعني إحنا عندنا نسبة التسرب الوظيفي في المستفيدين من سعي في عام 2020 كانت 1.2، يعني ولا تذكر، وكانت أغلب الأسباب اللي التسرب كانت تنمر مدراءهم أو مشرفينهم من جنسيات غير عربية، كان منها عدم تطويرهم وظيفيا في مقرات العمل. فأنا ما أشوف المشاكل اللي تجي أو تصدر من أشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عملهم قليلة وتكاد لا تذكر أصلا. وسعي جاءت تحقيق لرؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
طال في عمره بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لينتقلوا من أفراد متلقين الخدمة إلى أفراد منتجين وفاعلين. إحنا ما نبغى الأشخاص ذوي الإعاقة يكونون عالة على أسرهم، عالة على أنفسهم، عالة على المجتمع. بالعكس إحنا نبغاهم يمكنون. إحنا كمختصين في سعي إحنا صف ثاني لمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق قراراتهم المصيرية في الوظائف وحصولهم على الوظائف. الحمد لله الآن سعي أثبتت جهودها في كل مملكة كأول جهة متخصصة في تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. نسعى إن شاء الله أن يعني خلال الفترة القادمة إن شاء الله ننطلق خارج المملكة العربية السعودية لنثبت للعالم أجمع أن في فعلا نموذج عالمي يحتذى به في تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة على أيدي مجموعة من المختصين السعوديين. صحيح بإذن الله، الله يوفقكم. طيب هل عندك رقم بالنسبة للأشخاص ذوي التوحد كم وظفتوا منهم؟ إحنا وظفنا في بالنسبة لذوي اضطراب طيف التوحد أكثر من 65 شاب وشابة على مستوى مناطق المملكة خلال كم المتحدث؟ خلال 4 سنوات. ما شاء الله يعطيكم العافية. طبعا هو رقم ما يحقق الطموح، لكن ذوي اضطراب طيف التوحد في بعض الإشكاليات اللي قد تواجههم وتعيقهم في مسألة التوظيف، لكن الآن الحمد لله جهود الجهات الحكومية قاعدة تسعى إن شاء الله في حل هالعقبات أمام. وش شروط القبول بالبرنامج بشكل عام؟ الأعمار كيف؟ كم مدة البرنامج التأهيل المهني أو مثل ما نسميه التدريب بشكل مبسط؟ فيليت خبرت أستاذ مرزوق. أبشر. بالنسبة للشروط إحنا شروطنا يعني شوي مرينة، أن العمر لازم يكون 18 سنة لأن هذا عمر التوظيف القانوني. الشيء الثاني أنه يكون مستفيد من خدمات وزارة الموارد البشرية أو متصنف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشخص من ذوي الإعاقة عشان أنه يحصل على مزايا الخدمات التيسيرية في جهات العمل. أيضاً يكون شخص قادر على العمل، يعني أوكي يحتاج تدريب وتأهيل، لكن الإعاقات الشديدة أنا أشوف أنها ممكن تحصل على عمل لكن تتطلب جهود يمكن أكبر وممكنات أكثر، لكن إحنا نخدم حالياً الإعاقة البسيطة والمتوسطة من كل الإعاقات. فبعد ما يتقدم لنا مستوفي الشروط هذه اللي هي أنه يكون مع مشهد يثبت حالته مع مشهد طبي عمر 18 فما فوق، يقوم قسم التوظيف بتحديد البرنامج التدريبي المناسب عليه، لأن البرامج عندنا تختلف من إعاقة إلى أخرى وأيضا تختلف على حسب احتياجات الفئة نفسها. يعني في برنامج مثلا للتوحد يقام على مدى مثلا 3 شهور، في برنامج آخر ممكن لأحد الشباب يقام على مدى سنة مثلا أو 6 شهور على حسب قدرات الشاب أو الشاب. صحيح. طيب الحين خلينا نقول الشاب أو الشابة خلصوا فترة التأهيل المهني، وش أنواع الوظائف المتاحة اللي ممكن يتوظفون فيها؟ سواء نتكلم عن الشباب والشابات من ذوي الإعاقة أو من ذوي التوحد بشكل خاص. طبعا جميع الوظائف دكتورة، هي جميع الوظائف في القطاع الخاص جميع. سواء في قطاع المصانع، في قطاع الشركات، في قطاع المدارس، في قطاع الفنادق، في قطاع الترفيه، في قطاع المطاعم. احنا وظفنا شباب من ذوي اضطراب طيف التوحد في فنادق، ووظفناهم في مطاعم، وظفناهم في شركات، وظفناهم في مدارس، وظفناهم في مصانع، بوظائف مختلفة وبمسميات مختلفة وبمهام مختلفة. احنا عندنا احد الشباب مصمم، عندنا احد الشباب ما شاء الله ما شغال في الاتش ار في أحد الشركات، عندنا شباب يشتغلون في أحد المطاعم. فهي الوظيفة الآن توجه الدولة إلى القطاع الخاص وإلى تمكين القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص وخاصة الجهات الحكومية. فإحنا التوظيف الآن نسعى مع الرؤية للتوظيف في القطاع الخاص لأنه أكثر يعني مرونة وأكثر ممكن التزام، لأن الشباب من ذوي الإعاقة مثلا لما يتوظف في أحد الشركات في الرياض ويتقاعد مثلا ولي أمره يكون موظف حكومي ينتقل إلى منطقة أخرى، يستطيع الشاب الانتقال مع والده إلى منطقة العمل، لأن أغلب الجهات الشركات والقطاع الخاص يكون لها فروع في كل مناطق المملكة. ما شاء الله يعطيكم العافية. طيب أستاذ مرزوق، نبغى نعرف هل واجهتوا صعوبات تحديات مثلا أنه مثلا أصحاب العمل يرفضون يوظفون شباب وشابات من ذوي الإعاقة، المجتمع، الأسرة، فخبرنا أكثر. التحديات والله دكتورة كثيرة جدا يعني، لكن الإصرار أكثر إن شاء الله، يعني سواء عندنا في السعي أو في الجهات. أنا أقول دائما
الشاب لما يتوظف أو يعني يرزقنا ربي يعني المساهمة في توظيفه نتشارك الأجر مع جميع من درب هذا الشاب ومن درسه في مراحل المختلفة سواء في مدارس أو مراكز، فهو عمل مشترك ليس السعي هي الوحيدة اللي قامت بهذا العمل. يعني لو المدارس ما درست ومكنتها وطلع بمهارات مختلفة ما قدرنا احنا في سعي ممكن دربه في فترة وجيزة من أهله. فالتحديات كثيرة، من أهم التحديات على 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 نطاق أرباب العمل النظرة الدونية أو النظرة الخاطئة أو القاصرة عن ذوي التوحد أنهم عدوانيين انطوائيين مو قادرين على الاندماج في مجال التوظيف. فإلى الآن صح الحمد لله في شركات غيرت نظرة تجاه ذوي التوحد وأسهمت في توظيفهم، لكن ما زلنا نرى يعني عدم تقبل أو عدم حتى السماح يعني بتغيير هذه الفكرة النمطية الخاطئة عنهم. أيضا لما نتكلم عن على جانب قلة وجود المراكز التأهيل المهني أو 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 ندرتها مو قلتها ندرتها، فهذا السبب يعني يعد عائق في توظيف ذوي الاضطرابات التوحد لأنهم يحتاجون التدريب من قبل فريق مختص في كيفية التعامل معهم، في كيفية خلق فرص وظيفية مناسبة لهم، وأيضا في كيفية متابعتهم بعد التوظيف. أيضا بعض الأسر وهذا الحمد لله أنهم قلة اللي هم يرفضون توظيف أبنائهم من ذوي الاضطرابات التوحد بحجة مثلا الخوف الزائد عليهم من الاستغلال في المجتمع الوظيفي أو حصولهم على مشاكل أو تعرضهم للتنمر أو أشياء. فأنا أقول دائما رسالتي للوالدين أطلع في أعماركم ما راح تدوموا له دائما، فبالعكس يعني الآن هذه فرصة مناسبة أنك تدخل مجال العمل وتترقبه من بعيد وتدعمه بشكل غير مباشر، لأن هذا الصحيح أنه يحصل على وظيفة، هذا الحق القانوني والشرعي والديني والعقلي أن يحصل على وظيفة. الوظيفة ما هي مجرد مال، الوظيفة هي تحقيق الذات. صحيح بالضبط. طيب بالنسبة للشاب نفسه وش التحديات أو الشاب اللي تواجهونها؟ المهارات دكتورة، المهارات أحيانا مثلا لما تدرب على مهارات معينة تطلب منا الشركة يعني مهارات مختلفة أو مهام مختلفة، فتقبل الشاب لها يكون مختلف عن تقبل الشاب الطبيعي، فهذا اللي احيانا نواجهه. لكن الحمد لله ان الان يعني نسعى ان ما نوظف احد من ذوي الاضطرابات التوحد الا ما اخذ غير التدريب المهني اللي حصل عليه تدريب بعد توقيع العقد لمده لا تقل عن اسبوع الى اسبوعين في مهام الوظيفه نفسها اللي راح يباشرها المهام الدقيقه، ويكون التدريب هذا باشراف مباشر من الشركه المشغله له، لان تغيير المهام بشكل مختلف تماما يسبب يعني نوعا ما ربكة للشاب او الشابة من ذوي الاضطرابات التوحد. صحيح ما شاء الله عليكم، يعني انتم غير انكم تأهلون مهني والتوظيف انتم تشاركون بعد نشر التوعية، وهذا اللي نحتاجه الدكتورة، تغيير نظرة المجتمع. يعني الحمد لله يعني قبل سنوات كنا نرى نظرة يعني من المجتمع شوي محبطة وشوي مخجلة تجاه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذولي مساكين ما يتوظفون، لا ما رح نأكل منهم، إذا كانوا في مطاعم ما رح نتقبل خدمتهم لنا في أحد المصانع أو أحد الشركات. الآن لا الحمد لله في تغير إيجابي، لكن ما زلنا نطمح إلى أن المجتمع فعلا يحتويهم، لأنهم في الأول والأخير هم أبنائنا، أبناء هذا المجتمع، يعني إحنا ما جبناهم من كوكب آخر أو دولة أخرى، هم أبنائنا، يعني هم عيالي وعيالك وجيراننا وأبنائنا وعومتنا، فلا بد علينا كمجتمع نتقبلهم على أساس نساعد أسرهم في أنهم فعلا يحققون الخطوة الأساسية في دمجهم في المجتمع من خلال توظيف. صحيح، يعطيكم العافية، صراحة الحديث شيق وممتع معك أستاذ مرزوق، ولكن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، شكرا لك. الله يعطيك العافية دكتورة، أنا شاكر ومقدر لاستضافتكم، وأتمنى فعلا أن قدرنا نترك أثر بسيط ورسالة للمجتمع بتقبل بجميع أطيافها، بتقبل الشباب والشابات من ذوي الاضطرابات التوحد في مجال عملهم، لأن دعمهم هو أساس النجاح. صحيح، ولا ننسى دائما نشكر مستمعي بودكاست دردشة التوحد، وقبل أن أختم أبغى نتذكر أن أطفال التوحد مثلهم مثل غيرهم راح يكبرون إن شاء الله، فيحتاج يتعلمون ويتدربون على مهنة حسب إمكانياتهم وقدراتهم طبعاً، حيث إنه هذه المهنة ممكن تمكنهم من تحقيق أو إن شاء الله راح تمكنهم من تحقيق طموحاتهم واستقلالياتهم قدر الإمكان. المستقبل المهني والتوعية فيه للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد مسؤوليتنا جميعاً.
والآن أعزائي المستمعين نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.